استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات الدكتور سليم شريف مساعد رئيس جامعة الشرق الأوسط، حيث تطرقت الحلقة إلى الحديث عن النبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وعن مسيرة الأردن طوال المئوية الأولى من عهد الدولة والتحديات الصعبة التي عاشها هذا البلد وسط إقليم ملتهب، حيث استطاع الأردن بحنكة قيادته الرشيدة أن يجتاز كل الصعاب حتى وصل إلى بر الأمان. فإلى هناك، يعني أبونا السر في هذا البلد الصغير الفقير حقيقة أن هناك رحمة من الله، يعني هناك أدعية في الكنائس صادقة، وهناك أدعية في المساجد صادقة اللهم وفق ملك البلاد لما تحبه وترضاه، وأره الحق حقه وارزقه اتباعه، وأره الباطل كل جمعة يدعى ويدعى له في البطانة الصالحة. احنا محظوظين بالخمس وعشرين عام في بداية هذا العمر لهذا الفارس الهاشمي، لما بدأ كان شاب وطلع كيف ختيرناه الله يكون بعون الشيب غزة، والله أنا بطلع عليه بقول يا الله 25 سنة مضت، يعني تشوفه لما كان شعره الأسود يلمع والآن الله يعطي الصحة والعافية. أمين أمين. هذول الخمس وعشرين سنة يا سيدي أكلوا من كل شعرة، وكنا معه إحنا في كل موقع، لكن مثل ما أنا رجعت أقول لك التاريخ اللي عمله 1400 سنة يفرض ذاته بهالخمس وعشرين سنة، لأنه تحمل مسؤولية لم يكن يتوقع أن يتحملها. هذا الشيء الفريد بحكم جلالة سيدنا. كان عسكري، والعسكري معروف بانضباطه وبصدقه وبدغريته دغري. في كل شيء، ما في، ما عنده رمادي. العسكري في أبيض يسود، نعم، إما النصر أما الشهادة، ما فيش شيء. أنت تفهم جلالة الملك، وإحنا كنا نحكي ونحكي دوما، وأنا بسمعك وأنا أعتز بقربي منك. الله يسلمك. أنت عقيد من القوات المسلحة. القوات المسلحة، نعم سيدي، أنا خدمت في القوات المسلحة. القوات المسلحة فيها سلاح الجو، وفيها القوات الخاصة، وفيها المخابرات العامة، نعم، وفيها المدفعية، نعم، فيها كلها أسلحة، نعم، وكل من يحمل شعار الجيش العربي، نعم، فهو جندي لهذا الوطن، نعم، بغض النظر فين مكان. بس أنت كنت بتعرف جلالة الملك شخصيا؟ سيدنا خدمنا معه وتشرفت في الخدمة معه في أكثر من موقع في العمليات الخاصة، نعم، كان قائد العمليات الخاصة، نعم، ومش فقط في ميادين التدريب، أيضا في ميادين حقيقية، يعني تدخلنا في حوادث صارت في عمان مع أخواننا في الأمن العام، والحمد لله كان موجود على رأس الواجب، يعني حتى في واجبات غير معلن عنها كنا ننفذها، كانت تلاقي بالمطار بيستنانا 4 الفجر لما نرجع. سيدنا هو قائد عمليات، ما كان مدير، هو كان قائد. هذا الفرق بين المدير والقائد. القائد بفكر بالصغير قبل الكبير. الناس ما فهمت لما قالت أنا، لما قال أنا بحب القلاية، أنا بأكل منسف برضو وبحب المشاوي، لكن القلاية بأكلها وينها وميتها، بأكلها مع الناس البسطاء، ولما تكون أبسط شيء القلاية. معنى القلاية مش بطعامها، معنى القلاية بقيمتها المعنوية مع من تأكلها. لما حكاها احنا كعسكر أكلت القلاية بعد تعبه عن خروف، صحيح، حقيقة عن صحيح، خروف، صحيح. ورفاق السلاح لا يمكن أن يبوقوا، بيقولوا ما ببوق ما بخذلك وعبر التاريخ أبونا أنا بحكي، وأنا خدمت كمان أيضا في مدرية اسمها مدرية مكافحة الفساد، وتشرفت في الخدمة مع 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 قادة وضباط كبار. نادرا ما يتحول لمحكمة أمن الدولة عسكري في هذا البلد، فيش عسكري بواق، اللي باق هم 2-3 وتحولوا على القضاء، وما استحينا، واحد لواء واحد مش لواء، ما استحينا. أحدهم مدير مخابرات نحط بالسجن، رئيس ديوان نحط بالسجن، ما عندنا شخص يلاقوه بمكتبه انتحر بطلقتين أو انتحر بشكل، لا، احنا ما بنستحي إذا أخطأنا، وسيدنا قال في لقاء أخطأنا في مكان وأصبنا في مكان وخير الخطائين التوابين والمصلحين. نعم نعم نعم. احنا في بداية العهد يعني حقيقة كان مخاض صعب على سيدنا، مخاض صعب على البلد. الناس لما فقدنا الحسين العظيم فكرت انه البلد انتهت، لكن الحمد لله بنفس هذا الرجل الصلب، نعم، والمؤمن برسالة أبوه وجده جنرال قائد وكان في حوالي ظلم أبونا الحمد لله. هلأ برجع وبقول إذا واحد باق مش معناته في 100 نظيف، شو قصدي؟ نعم. في 99 شيء يطلع لك واحد
العفو هامل، هذا ما بنقيس عليه الآخرين لأنه طلع كم واحد من هون ومن، لكن السواد الأعظم هم الشريفين وأشرافه ونخوتي وكلهم وقفوا مع هذا الموقف، وكبرت المسيرة وكل يوم بنشوف شيء جديد وفي تطور جديد. لو وصل هو للخمسة وعشرين هو مش حاسس أنه قطع الخمسة وعشرين، لسه عم بقول ماذا أفعل.